سعيدة قرقاشي صاحبة مركز لاغلوار مدينة الجديدة. الفكرة من خلق هذا المركز جات لتكملة واحد المجموعة من المهارات اللي ما كيقدرش الوليد يكتسبها في المدرسة. عندنا هنا في المركز هي بلاصة اللي كيكتسب فيها مهارات وتنمية الشخصية ديالو. بين الأنشطة اللي عندنا هي حساب ذهني، عندنا شطرنج، عندنا الكوب ديال روبيكس، عندنا الرياضيات علما وتجربة، وعندنا حتى اللغات باللعب وعن طريق أنشطة. دونك الفكرة ديالنا جات باش ننميو المهارات ديال الأطفال من خلال أنهم يعيشوا تجارب على الدروس اللي كانوا، اللي هو أكيد أن الطفل ما يمكنش يقرأ شي حاجة نظرية ويحفظ الدرس ديالو، اكيد غادي يحفظ الدرس ديالو، ولكن ما ننتظروش منه يبقى داكشي راسخ لي في الدماغ ديالو الا ما عاش التجربة ولعب فيها وشاف النتيجة ديالها بالعين المجردة واستمتع بها. دونك من هنا جات الفكرة أننا نديروا هذا العرض مع الدكتور هشام، والحمد لله حقق النجاح دياله لأن مجموعة من الأطفال عاشوا معاه واكتسبوا معاه مجموعة من المعارف الجديدة ومن المهارات الجديدة. إذا العرض اللي شفنا اليوم هو أول مرة بصراحة كيكون في مدينة جديدة، الأول مرة كنعيشوا عرض علمي وفيزيائي في تجارب. ألوغ هي مبادرة طيبة، لأول مرة تكون عرض علمي في تجارب علمية اللي هي عاشوها الوليدات سوغ سان. هي مبادرة طيبة من سونتخ لاغلواغ، دونك لأول مرة كتكون في مدينة جديدة. اللي لاحظنا أن العرض ما شاء الله كان لقبال من طرف الآباء والتلامذ، واللي كان جميل أكثر هو أن التلامذ قدروا يطلعوا سوغ سان ويشاركوا في تجارب علمية، وهذا الشيء مفيد لهم لأنهم في لي زيكول دونك يشوفوا لي كور تيوريك، ألوغ كو معنا عاشوا تجارب اللي كانت براتيك سور سين واستفدوا منها، وشي اللي غيخليهم ترسخ لهم اكثر في دماغهم ويستفدوا منها اكثر ان شاء الله.